السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة جميلة قوي وحصري، حلوة قوي قوي، وجربتها فكرة كده جميلة 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 بالبطاطس. طبعا البطاطس ما بتخلاش من اي بيت، والصابونة برضو ما بتخلاش من اي بيت. فكرة حلوة قوي قوي هنعملها مع بعض. اوعي تفوتي الفيديو، هيعجبك قوي، بالصابونه وبالبطاطس، حبه بطاطس واحده. فكره حلوه قوي قوي يا بنات، هتعجبكم جدا جدا جدا. وهقول لكم هنعمل بيهم ايه وهنستخدمهم في ايه. بس قبل ما نبدا وصفتنا، لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو يا حبيبه قلبي ما تنسيش تعملي لايك. والناس اللي عندي مشتركين عندي وما بيوصلهمش الاشهارات، يا حبايبي فعلوا الجرس علشان فيديوهاتي الجديده توصل لكم اول باول، فضلا وليس امرا. الناس اللي لسه مش مشتركتش، يلا دوس اشتراك وفعل الجرس. اول حاجه هنركن الصابونه على جنب وهنبدا بالبطاطسايه. تمام، هنجيب البطاطسايه بتاعتنا وهنبدا ان احنا نقشرها كويس. هقشرها بس كده اهو، قشريها عادي جدا اهو زي ما انت شايفه كده. تمام، اهو قشرنا البطاطسايه بتاعتنا. انا مش عايزه بطاطسايه كبيره، هي بطاطسايه وسط، لا تكون صغيره قوي ولا تكون كبيره قوي. وهنجيب المبشره بتاعتنا. وبصي بقى يا حبيبه قلبي، المبشره هتبشري على الرفيع مش على العريض، علشان انا عايزه البطاطسايه بتاعتي تكون البشر بتاعها رفيع جدا. تمام، هنبدا ان احنا نبشرها بالشكل ده. بشرناها زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ نجيب كوباية من المية العادية خالص، كوباية من المية العادية، وهنبدأ ندلقها على البطاطس بتاعتنا. وهنبدأ نسيب البطاطساية بتاعتنا منقوعة في المية زي ما انتم شايفين كده شويه، يعني حوالي ربع ساعه 10 دقائق هنسيبها منقوعه، وهندخل على مرحله الصابونه. دلوقتي هنجيب الصابونه بتاعتنا تمام بالشكل ده، وهنبدا نجيب المبشره زي كده. شايفين المبشره دي؟ المبشره دي صغننه خالص، انا بستخدمها للحاجات الرفيعه، زي مثلا لو هبشر شمع، لو هبشر صابونه صغننه كده عادي ممكن تبشري على المبشره الصغيره الكبيره، بس تكون على الرفيع خالص. احنا عايزين نطلع الصابونه بتاعتنا زي الرماد كده، يعني رفيعه جدا 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 جدا. انا هوريكي، بصي انا هوريكي انا طلعت الصابونه بتاعتي عامله ازاي. ماشي، شايفه بتبشر الحاجه رفنع جدا اكنها بالظبط رماد، رماد رفيع جدا جدا، الصابونه تكون رفيعه جدا. تمام بالشكل ده. احنا مش هناخد الصابونه كلها ولا حتى نصها، هناخد جزء صغنن جدا منها. بصي صغنن جدا منها، يعني شويه صغننين جدا، هناخد شويه كمان برضو، يعني هوريكي هقولك مثلا مقدار قد ايه. شايفه بشرتها رفيع ازاي؟ بشرتها رفيع جدا. بصي رفيع قوي قوي قوي، ده اللي انا عايزاه، يعني مقدار بالظبط يا حبيبه قلبي معلقه ونص كبيره من مبشور المبشور بتاع اسمه ايه دوت الصابونه يا حبيبه قلبي. تمام، دلوقتي احنا هندخل على البطاطس اللي احنا نقعناها. تمام، هناخد الاول جزئية شوية بسيطة كده من مية البطاطس على الصابونة بتاعتنا، وهنبدأ ان احنا نقلب كده، وهناخد شوية كمان ونبدأ ان احنا نقلب تاني كده.
تمام بالشكل ده. تمام اهو هتسيبيها. وبعد كده هتعملي ايه؟ هنجيب هنا معايا هنا طبق، تمام، وهنبدأ ان احنا بالمبشرة كده زي ما انت شايفة كده، وهنبدأ ان احنا بالمصفى، وهنبدأ ان احنا ناخد بالشكل ده. بالراحة كده، بصي اهو شوية النشا اللي فاضلين دول هننزل بيهم على الصابونة. تمام، ما ترميش القشرة، هقولك هتعملي بيهم ايه. تمام اهو شوية النشا اللي نزلوا من بتاعه الصابونه هنخليهم، وهننزل عليهم بايه؟ اهو النشا بتاع البطاطس بتاعتنا، هنفضل نقلبهم كده لحد ما الصابونه تدوب معايا مع ميه البطاطس بتاعتنا، النشا اللي كان من تحت يا جماعه. يعني انت لما بتاخدي الصابونه وتنقعيها في شويه ميه بتلاقي النشا بتاعها من تحت التراكم، هو دوت اللي انت هتاخديه وتحطيه على الصابونه بتاعتك. وهننزل عليهم بمعلقه واحده بس من النشا او الكورن فلاور بالشكل ده، معلقه واحده كبيره، ماشي، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. اهو الوصفه دي بقى يا بنات بتفيد في ايه؟ الوصفه دي هتعمليها زي غسول لوجهك. اي بنت عندها تصبغات جلديه او عندها بشرتها صفراء او عندها نقط بدنيه في وجهها، عايزه اقول لك ان الوصفه دي هتشيلها تماما. يعني هتستخدمي الوصفه دي كغسول لوجهك بدل الصابون العادي، واي نوع صابون انت متوفر عندك. يعني مش عايزه صابون عادي، بتجيبي صابونه اللي انت بتستخدميها لبشرتك بس، تحطي عليها ميه البطاطس وتحطي عليها عليها المواد التانية اللي هي النشا والصابونة، وبتاخديها وبتدلكي بيها وجهك او بش كده. بصي بصي بتبدأي تغسلي بيها، انت فاهماني، وبتبدأي تدعكي كده بالشكل ده، وتنفع للجسم جدا. يعني تعملي الغسول ده وتاخديه معاكي. طب انت هتقولي لي يا ميه هتقعد معايا، هقول لك عادي جدا، الغسول ده هتاخديه وتحطيه في ازازه وممكن تشيليه في الثلاجه عندك تستخدميه وقت العايزه. بتاخديه زي ما بقول لك كده، وبتبداي ان انت تدلكي بشرتك كلها بيه، وتقعدي تدلكي كده دقيقتين ثلاثه، وبعد ما تدلكي دقيقتين ثلاثه كده بتسيبيها على بشرتك حوالي 5 دقايق وهي محطوطه كده بالصابون، وبعد كده بتبدأي تغسلي وتشطفي وجهك زي ما انت شايفة كده بالمية كويس جدا. تمام، يعني بتدلكي كده اهو. تمام، الوصفة جميلة يا بنات، لان البطاطس من الحاجات اللي بتشيل كمان الهالات السوداء. البطاطس من الحاجات اللي بتفتح جدا جدا. دلوقتي هقول لكم على حاجة حلوة قوي بالنسبة للقشر اللي فايت ده، تمام، من البطاطس بتاعتنا. وشايفين كمان يا جماعة، شايفين احنا لو صفينا، جبنا الكوباية كده وصفينا، بصوا اهو شايفين ده النشا اللي انا محتاجاه، هاخده برضو وهحطه مع الغسول بتاعي. تمام، بالنسبة للبشور قشر البطاطس اللي فايت ده، قشر البطاطس اللي فايت ده هتاخديه يا حبيبة قلبي وهتبدأي تحطيه تحت عينيكي، يعني تسترخي كده وترصيه كده تحت عينيكي، هخلي تحت عينيكي هيزيل الانتفاخات وهيزيل الاسمرار من تحت عينيكي. يبقى الوصفتين من الصابون والبطاطس وصفتين احلى من بعض، هيعجبوكم جدا يا بنات، جربوهم مش هتندموا بجد، وصفة حلوة قوي 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 وسهلة جدا جدا، ولو جربتيها مش هتخسري حاجة وهتفيدك جدا جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم يا حبايبي واستفدتوا منها، وانتظروني في كل جديد مع مايا وبس. ان شاء الله
اعملوا لايك كومنت حلو، اشوفكم على خير والسلام عليكم.